رجل يجمع تبرعات لإجراء عملية على أثر تضخم خصيتيه بشكل مخيف. دان موري البالغ 38 عاما من ميشيغان قام بإنشاء صفحة لجلب التبرعات لإجراء عملية جراحية، حيث صرح لقناة CNN بأنه لاحظ التضخم في خصيتيه منذ كان في عمر 20 عاما. ذهب ليراجع الطبيب الذي نصحه بالرياضة لتخفيف الوزن، فبدأ موري بالسباحة يوميا. نقص وزنه إلى أن خصيتيه أصبحتا بحجم البطيخة. قال له الطبيب بأن عليك أن تخسر المزيد من الوزن، مما أصابه بالإحباط خصوصا في علاقته مع زوجته، إلى أن شاهد برنامج الرجل ذو الخصيتين بوزن 132 باوند. يعاني موري من تضخم لمفاوي سرطاني سببه انسداد الأوعية اللمفاوية. ماوري لم يفقد الأمل بالمساعدة، إن لم يكن لأجله فليكن لأجل زوجته البالغة 20 عاما. نحن في توم نيوز تبرعنا $100، وللراغبين بالتبرع يمكنكم أيضا التبرع على الرابط الوارد أسفل الفيديو.